مشاكل عنا كتير بتحصل يومية. عيلة فنية جبال جدهم. هذا المسلسل برعاية شركة عز الدين للدهانات. عيلة فنية جبال جدهم. ألو، ايه كيفك؟ مش الحال، قبلوا ياخدوا منكم $1,000 بس. ايه ماشي، اتكلنا على الله. ايه ما تخاف، رح يعملوا لك افخم حفلة. يلا باي. ربحت من هالحفلة $800. $800 شانكي بانكي. عيلة فنية جبال جدهم. شو مبين ما في حدا؟ وين المعازيم؟ وين الفرقه؟ شو بعرفني، قالوا لي رح يكونوا هون الساعه 8. مبين على الخطبه حتكون فقريه كتير. ايه مبين من الزينه كتير فقريه. يعني اسم الله فستانك احلى، ما كل ذوقك على بعضه مش حلو. اصلا انا بدي اتزوجك كرمال الشقه اللي عندك، بس تكتبيها باسمي رح اتركك. وحياتك عندي، انا فهمان عليك، انت بدك تتزوجني كرمال الشقه اللي عندي، بس ما تحلم تاخدها مني. اصلا انا بدي اتزوجك كرمال قطعه الارض اللي عندك بالضيعه، وبس تكتبها باسمي رح اتركك. اهلا وسهلا بالعريس وسام والعروس ميرا، وهلا منكم معكم بالحفله الغنائيه مع فرقه عيلة فنيه. تفضلوا تفضلوا. وسام وجارتي ميرا، شو عم تعملوا هون؟ انت شو عم تعمل هون؟ انا جاي غني بالعرس، بس ما عارف انه انتوا العرس والعروس. هلا هني ولا مش هني يا محمد؟ خلينا نعمل هالعرس ونفال. اوكي اوكي، امري لله، خلينا نعمل هالعرس ونفال. لك وين المعازيم؟ صراحه اشرف اللي عزم مش انا. محمد انا عزمت، بس الظاهر المعازيم بيعرفوا انه هني العرسين فما حدا اجا. شو قصدك؟ ما قصدي شيء يا وسام، ما قصدي شيء. يلا يا محمد خلينا نبلش بالحفلة. فكرت. يلا خلينا نبلش. يلا واحد اثنين ثلاث. تتهنى يا عريس الزين بهالعروس البهية، تتجنن من حور العين النقي أجمل حورية. تتهنى يا عريس الزين بهالعروس البهية، شو الأغاني؟ مش أنا اللي اخترتها، هيدا محمد اللي اختارها، قال شو أغاني حلال. أنا اللي اخترتها يا أشرف؟ أنا؟ أنت اللي اخترتها مش أنا. لك كيف أنا اللي اخترتها؟ هاي أختك نور شاهدة إنك أنت اللي اخترتها. هلا أنت ولا هو اللي اختارها؟ غيروا الأغاني بسرعة يلا. غيرها يا محمد بسرعة، غني هيدي اللي كنت أنت وصغير تسمعها. ضروري غنيها ضروري؟ أوكي أوكي رح غنيها. يلا يلا، عشتوها هيدي لداني، عشتوها داني؟ يلا يا خالو يلا. داني بفرح داني لما قلبك نداني، داني بفرح داني لما قلبك نداني، صيفك بحر وتهاني نورك هلو هداني، داني يا دول يا داني وتغنى واتي ليلك لهاتي. بحبك يا سماراني، خلاص شو هالأغاني هاي؟ مش حافظينها كمان؟ صراحة مش حافظة، بس إنه طلبوها مني بغني لك تتهنى يا عريس الزين. لا بدي تغني لي لا هاي ولا عريس الزين، خليني أقعد ارتاح، ما بدي أسمع صوتك. أوكي أوكي تكرم عينك، خلاص رح نسكت. الله لا يوفقك أشرف على هالفكرة. بدي أحكي كلمة. خير عمو شو بدك؟ بدي أقول لك شي كرمالك. أوكي وشوشين. عمو هيدي المرة شريرة، مرة من الأيام سرقت لنا أسوارة ذهب، بتحب حالها كتير
ومحتال كتير كتير كتير. أصلاً زوجها طلقها لأنها كتير شريرة وقوية. انتبه منها وخد أقصى حذرك. أنا نصحتك وأنت حر. شكراً لك. جارة خالو بدي أحكيك كلمة كرمالك. ايه تفضلي يا قلبي قليلي. جارتنا انتبه منه لهيدا العريس، هيدا كتير محتال وشرير. مرة استأجر غرفة عند بيت خاله وما كان يدفع له أجارها وكان يتسلط علينا كتير كتير. أنا عم بنصحك كرمالك، خايفة عليك وعلى بناتك كتير كتير. أنا حبيت حذرك وانت حرة. حدا خبرني انك مرة سرقتي أسوار الذهب، مزبوط الحكي؟ وأنا كمان حدا خبرني انك كنت قاعد عند ناس بالأجار وما كنت تدفع لهم وتسلطت عليهم. ومين اللي خبرك؟ وانت مين اللي خبرك؟ ما حقلك لتقلي. انت قولي وانا برجع بقول. اللي خبرتني حلا بنت اخته لمحمد فاضل. وانا اللي خبرتني مليكة بنت اخته لمحمد. زهر محمد فاضل حاكي مع اولاد اخته يفتنونا مع بعض. هيك الظاهر، انا بفرجيهم. كنت عم بشتغل بالباطون والتعمير. آخ 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 يا راسي، آخ يا راسي. لك شو خصني يا خي؟ أنا شو خصني؟ هولي ولاد اختك بدنا نقص لسان قد ما لسانهم طويل، صار يعملوا فتنة بين العروس والعريس. آخ يا عيني، آخ يا جسمي، آخ ما نمت طول الليل، طول الليل جسمي مكسر وعم يوجعني. آخ هاي آخر مرة بسمع منكن وبعمل أعراس. الأعراس مش إلي، مش إلي. أنا فنان راقي، راقي كلاس، عندي برستيج، ما عم تفهموا علي. آخ 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 قلت لك هالحكي، قلت لك هالحكي، شو بدي بهالشغلة؟ أنا فوق نجم، فوق فوق. فيق من وهمك. آه الله لا يوفقكم، لا الله لا يوفقك انت من وراك، انت اللي خليتهم يسرقوني وصرتون وخليتني شوف اختك نور تطلع لي بفكرة العرس والعريس والعراس والعريس. والله يا خيي مش انا اللي طلعت بفكرة الاعراس، هيدي بنت اختك مليكة هي اللي قالت لي خبرك عن الفكرة. هاي مليكة صاحبة الفكرة، مليكة المدوباهم اتنين، دوبتنا كلنا، دوبتنا مش اتنين، دوبتنا 20 و50 و100. آخ يا خالو طلعت لك بفكرة الأعراس حتى نطلع عمال بلا ما نصير نشحك. والله فكرة حلوة، الشحادين أغنى ناس بالعالم ولا فيها تعب ولا شي، بتاخد هالولاد وبتشحد عليهم.
ومثلها مثل الفن، بالفن بتغني وهون بتغني من مال الله يا محسنين. خلص هاي الفكرة لازم طبقها، رح أعمل خطة مع الأولاد. ولهون بتكون انتهت حلقتنا الثامنة من مسلسل عائلة فنية ببيت جده. يا حرام يا خالو محمد شو صار فيك؟ دايما بتنضرب من وراء أشرف ولد أخته. يا ترى بشو عم يخطط أشرف؟ وشو المصيب الجاي اللي بده يعملها؟ لا تعرفوا؟ انطرونا بالحلقة التاسعة. ومثل العادة ما تنسوا تعملوا شير للحلقة لكل رفقاتكم وقريبكم لحتى توصلهم، وفجروهم باللايكس. ويلي بعد ما اشترك معنا بالقناة خليه يشترك ليصير من عائلتنا الفنية يلي رح تحبه كتير وتقدم له أجمل الأعمال. وإلى اللقاء. عائلة فنية. أشرف خسرني أموالي وخلاني أبكي عحالي، وولاد أختي صاروا فورا وضاعت أمالي وضاعت أمالي وضاعت أمالي. نحنا عائلة فنية، والمشاكل عنا كتير بتحصل يومية، وجينا عبيت خالت ونور نسكن معها بعض وطور، وهي مفكرة حالة غنية وعايشة بالقصور. وجينا عبيت خالت ونور نسكن معها بعرض وطول، وهي مفكرة حالها غنية وعايشة بالقصور وعايشة بالقصور. نحنا عائلة فنية، والمشاكل عنا كتير بتحصل يومية، وجر اختي عنده دكاني عامل حاله منيح كتير، محتل نصاب واناني والغش عنده كبير كبير. وجر خالته عنده دكاني عامل حاله منيح كتير، محتل نصاب واناني والغش عنده كبير كبير.